مساء الخير على متابعي كل ما هو جديد في عالم التكنولوجي، برحب بحضراتكم وحلقة جديدة من تكنو نايل. الحقيقة انه اللي متابعنا في الفترة اللي فاتت هيلاحظ احنا مركزين قوي على التحدي اللي اطلقته أكاديمية البحث العلمي من خلال منصة بنك الابتكار المصري، واللي عرضت من خلالها فكرة ان احنا عايزين آلة، الآلة دي لبيع الخضروات والفواكه الطازجة. من حلقين فاتوا احنا استضفنا حد من المركز الاول او الفريق اللي فاز بالمركز الاول. في الحلقه اللي فاتت كان معايا برضو احد اعضاء الفريق اللي فاز بالمركز الثاني، ومعايا في هذه الحلقه قائد فريق المركز او الفريق اللي فاز بالمركز الثالث. انا شخصيا مش مؤمنه قوي بحته المراكز، لان انا شايفه ان كل فريق عمل مجهود كبير جدا من خلاله دخل هذه المسابقه ويستحق فعلا ان احنا نلقي الضوء عليه. فعايزة أقول لكم إن احنا طبعاً هنركز أكتر على هذه الفكرة، ولكن اسمحوا لي إن احنا هنروح الأول في تقرير بيرصد لكم كل ما هو جديد في عالم التكنولوجي على مدار الأسبوع اللي فات من إعداد زميلي أحمد صبيح، ونرجع مرة تانية. خليكم معنا. طور علماء في الولايات المتحدة أول نماذج نابضة صغيرة للقلب البشري للمساعدة في تحديد اضطرابات القلب في المختبر، ووقع إنشاء قلب الإنسان العضوي الذي يحتوي على بطين عامل وأنسجة وعائية باستخدام الخلايا الجذعية لمحاكاة كيفية نمو قلب الجنين في الرحم. وبدأ القلب البشري العضوي الصغير الذي نما قطره إلى نحو 400 بوصة بعد 15 يوما فقط في النبض في عمر 6 أيام فقط. وستساعد نماذج القلب البشري المصغرة العلماء على فهم أفضل لكيفية تطوير عيوب مثل أمراض القلب والتي تؤثر على 1% من جميع المواليد الأحياء. وتشكل هذه القلوب الصغيرة نماذج قوية بشكل لا يصدق لدراسة جميع أنواع اضطرابات القلب بدرجة من الدقة لم يسبق لها مثيل من قبل. ترصد الحكومة اليابانية ميزانية لتطوير السيارات الطائرة بهدف إطلاقها كوسيلة تنقل مستقبلية بحلول عام 2023، بالتزامن مع جهود شركات نقل عالمية على غرار إيرباص وبوينغ لتطوير تصاميم متعددة للسيارات الطائرة. وكشفت سكاي درايف الشركة الناشئة في مجال صناعة السيارات الطائرة في اليابان حديثا عن مركبة SCG-XX الأنيقة التي يقارب حجمها الحجم التقليدي للسيارة، وتتسع لشخصين وتقلع وتهبط عموديا وتسافر بمدى يصل إلى عشرات الكيلومترات بسرعة 100 كيلومتر في الساعة. وتقول الشركة إن النموذج الأولي يعتمد على نظام طيار آلي، لكنه ليس مستقلا بالكامل إذ يحتاج الطيار للمناورة في حالة الطوارئ. وتخطط الشركة الناشئة للبدء برحلات حول منتجعات عدة ذهابا وإيابا، وتأمل في إكمال أول مختبر طيران لها في الصيف الحالي. طور يوتيوبر مسدسا هوائيا يمكنه أن يحل مشكلة ارتداء الكمامات، حيث تثبت الأدلة أن ارتداء القناع يقلل بشكل كبير من فرص انتشار كوفيد-19، لكن العديد من الناس ما زالوا يرفضون ارتداءها في الأماكن العامة، حيث يعتقد البعض أنها غير فعالة أو لكونهم غير مرتاحين، ويعتقد آخرون أنهم يمكن أن يتسببوا في التسمم بغاز ثاني أكسيد الكربون. لذلك قام اليوتيوبر ألين بان بتطوير مسدس يطلق قناعا على وجه الهدف، وبعد المحاولة الأولى لإطلاق قناع على عارضة أزياء بلاستيكية أثبت الابتكار نجاحه بنسبة 100%. واستخدم بان نفسه للاختبار على البشر ونجح في تغطية أنفه وفمه دون التسبب في أي ضرر جسدي، ثم أخذ جهازه إلى هنتينغتون بيتش في جنوب كاليفورنيا لاستخدام سلاحه المساعد في أزمة كورونا.
فازت فتاة صغيرة بجائزة علمية بسبب تصميمها لنوع جديد من ألواح التزلج التي يتم التحكم فيها عن بعد، يطلق عليه اسم إلكتروداك، والتي يمكن أن تصل سرعتها إلى 10 أميال في الساعة. وقال منظم المسابقة إن لوح التزلج الجديد وسيلة مبتكرة لجعل المتزلجين يسيرون بشكل أسرع ويقومون بمزيد من الحيل دون الحاجة إلى رفع أقدامهم عن اللوح. وقال متحدث باسم المسابقة إن إلكتروداك يجمع بين التكنولوجيا الناشئة والتصميم المذهل لإنشاء إضافة مثيرة لرياضات المستقبل. تمكن فريق في جامعة كوليدج لندن من بناء شبكة إنترنت قادرة على نقل بيانات بمعدل بلغ 178 تيرا بايت في الثانية، وهو ما يتيح تحميل مكتبة مسلسلات أحد منصات الفيديو المقمية في أقل من ثانية، وهو ما حطم الرقم القياسي لأسرع معدل نقل بيانات في العالم. وحقق الباحثون في لندن الرقم القياسي الجديد من خلال إرسال البيانات عبر شبكة ذات أطوال موجية أوسع بكثير من التي تستخدمها الألياف البصرية، حيث تستخدم البنية التحتية التقليدية ما يصل إلى 9 تيراهيرتز، في حين استخدم الفريق 16.8 تيراهيرتز. واختار الباحثون تلك التقنية لأنه يمكن إضافتها إلى البنى التحتية الحالية بتكلفة معقولة، حيث لن يتطلب الأمر سوى تحديث كابلات الألياف البصرية، إذ تبلغ تكلفة الطريقة الجديدة حوالي 20,000 دولار، في حين تبلغ تكلفة تركيب كابلات بصرية جديدة حوالي 600,000 دولار. تعمل ناسا على تطوير طائرة تعمل بالكهرباء بشكل كامل، حيث وصفتها وكالة الفضاء الأمريكية بالطريقة الأنظف للطيران. وكشفت ناسا أن الخطوات الأولية جارية الآن لتطوير طائرتها المسمى X-57 والتي تعمل بالكهرباء. وشهدت الخطوات الأولى قيام وكالة الفضاء الأمريكية بإجراء عمليات محاكاة حاسوبية تساعد في وضع نموذج دقيق لكيفية أداء نظام الدفع الذي يعمل بالطاقة الكهربائية في منتصف الرحلة. وتبدو النتائج الأولية واعدة، حيث تقترب وكالة ناسا من إنشاء أول طائرة كهربائية في العالم، والتي سيتم تشغيلها بواسطة 14 محركا كهربائيا. ويشبه تصميم الطائرة الكهربائية إلى حد كبير طائرات إكس السابقة التابعة لوكالة ناسا، والتي يوجد منها أكثر من 60 طائرة. وعلى الرغم من أن وكالة ناسا لم تحدد موعدا لتشغيل X-57 بكامل طاقتها، إلا أنها تعمل منذ أكثر من عامين على تطويرها، سعيا منها إلى جعل النقل الجوي الكهربائي حقيقة واقعة. بوكيت فورورد هي مبادرة. المبادرة دي كانت دلوقتي معمولة على الفيسبوك، ولكن هي بدأت من 3 سنين تقريبا. وصاحبة هذه المبادرة هي مدرسة لغة إنجليزية واسمها نهلة حجازي. نهلة بدأت هذه المبادرة الأول دلوقتي على الفيسبوك، ولكن من 3 سنين كانت الفكرة ما بين تشجيع القراءة وفي نفس الوقت غير التشجيع على القراءة كمان عمل الخير. نهلة بعد كده عملت المبادرة دي على الفيسبوك، والغرض من هذه المبادرة هو إعادة تدوير الكتب مرة أخرى أو بيع الكتب المستعملة والجديدة كمان. وقيمة هذه الكتب يا إما بتروح للمؤسسات الخيرية يا إما بتروح لإحدى المستشفيات العلاج بالمجان. بصراحة الفكرة أكثر من رائعة ولازم نلقي الضوء عليها. ومشرفاني عبر سكايب نهلة بسام، عفوا مش نهلة حجازي، وهي مؤسسة مبادرة بوكيت فورورد. مساء الخير عليك يا نهلة. مساء النور، ازيك يا ياسمين؟ عامله ايه؟ انا عملت النهارده جوين الجروب على فكره عشان ادخل فعلا واعرف الجروب عباره عن ايه او المبادره عباره عن ايه بالظبط. انا عايزاكي تعرفيني بنفسك اولا وبعدين بفكره هذه المبادره. اوكي،
مساء. انا نهله بسام، مدرسه لغه انجليزيه زي ما قلتي. المبادره بدات من 5 سنين، تبرع بكتب. يعني كان الموضوع على نطاق اصدقاء، وبعدين عملنا الجروب، والجروب بدا يعني الناس تتشجع ان هي تتبرع بكتب كمان، فبقت زي سايكل، يعني ناس بتتبرع بكتب وناس تشتري. فيعني الحمد لله شغالين في الموضوع ده من ساعتها. ومعايا زميلتي كمان رشا ماجد، هي معايا بقالها 8 شهور تقريبا، مقسمين الشغل ما بيني وما بينها، وعامله شغل هايل بصراحه. طب نعم، قولي لي انت لما بداتي الفكره في الاول بداتيها مش على السوشيال ميديا، الفرق ما بين او التطوير اللي حصل في الفكره من لما كانت من 3 سنين ولحد دلوقتي باستخدام السوشيال ميديا. لا، هي من ساعة ما بدأت، من أول يوم وهي على السوشيال ميديا، كان في اوكي 2015. اها الكتب اتباعت على الجروب، والناس اتبرعت بالكتب، وكله كان بيتم عن طريق فيسبوك. اوكي طيب قولي لي تفاعل الناس معاها عامل ازاي، وهل ايه اللي بيقدمه كمان الجروب ده علشان يشجع الناس على القراءة؟ هو التفاعل الحمد لله حلو جدا، يعني الناس دايما بتشجع الفكره، تحديدا المؤلفين بصراحه. يعني احنا يعني في الجروب بيعمل مزادات على كتب عليها اهداءات من مؤلفين، بيبقى المؤلف كاتب اهداء بخط ايده في اول صفحه، فلما بينزل على الجروب بينزل في مزاد. لقينا حلو قوي. دعم حقيقي رائع من مؤلفين كتير جدا، زي يعني انا مش عايزه انسى حد، بس يعني مثلا احمد مراد، ريم بسيوني، علاء الأسواني، نور عبد المجيد، ونعيم صبري، ومحفظ الألقاب، ومؤلفين كتير جدا. ده كان بيشجع الناس ان هي يعني تدخل في المزادات، لما كمان المؤلفين بيبقوا بيدعموا الجروب، بتبقى حاجة كبيرة طب جدا. قولي لي، هل بيحصل تفاعل ما بين الناس او اعضاء الجروب والمؤلفين؟ هل بيطلعوا لايفز مثلا على الجروب، بيحصل تفاعل ما بينهم؟ هو بيبقى التفاعل ما بين الناس وبين بعضها، لما حد بيقرأ كتاب او لما حد بيبقى عايز يتناقش عن القراءة عامة، اوكي بيقدر يعمل بوست، بيقدر يعمل مراجعة عن الكتاب، وبيتفاعل مع الأعضاء الآخرين اللي بيبقى منهم مؤلفين. طبعا في مؤلفين كتير جدا متفاعلين على الجروب. اوكي طيب قولي لي اسم المبادره بوكيت فورورد، عايزه اعرف الناس معناها. يعني انا لما قريتها في الاول لاحظت ان بوكيت معناها احجز، هي اوكي جايه يعني تو ان وان، ان هي كلمه بوك بمعنى كتاب، واحنا لما بنقول بوكيت معناها يحجز حاجه، فقولي لي وليها بالظبط معنى المعنى. تالت كمان. هي بالظبط، انت يعني وصلتي الفكره حلو جدا، شفتي؟ وليها كمان معنى، هي pay it forward. هي اصلا يعني زي expression بالانجلش، او مصطلح معناه تقديم الخير للمجتمع، او يعني مبادره خيريه عامه، او لما حد بيعمل مساهمه مجتمعيه خيريه بشكل ما. فيعني كلمه pay it shared تتحط مكانها book، اللي منها حجز لان الناس تحجز الكتب، واللي منها كتاب يعني من القراءه نفسها. انا عجبتني قوي الاسم اللي هو بوك فورورد، احجز لبعد كده يعني عشان الخير بالظبط، الاخره، يعني الفكره احجز كانت لاخرتك. لذيذه. طيب قولي لي نهله، اهم الصعوبات اللي قابلتك على مدار الفتره اللي فاتت كانت ايه؟ وعايزه اعرف برضو التطوير في الفكره. انت بداتي قلتي لي ان الفكره من البدايه كانت على السوشيال ميديا، ايه الافكار اللي انت دايما بتحاولي تطوري بيها هذه المبادره او الجروب ده على الفيسبوك؟ بصي، الصعوبات اولا هي ان احنا نقدر يعني نوازن ما بين الجروب وما بين الحياه الشخصيه، لان اوكي احنا يعني ده بيبقى حاجه جنب حياتنا نفسها. طبعا الموضوع بيبقى عباره عن ان احنا بنتواصل مع الناس علشان ناخد الكتب، وبعدين بنصورها وبنسجلها في شيتس، وبنعرضها على الجروب، وبنبيعها وبنوصلها. فيعني عمليه طويله جدا علشان نقدر نبقى ملتزمين مع يعني في الجروب، ومدينه حقه، وفي نفس الوقت يعني مركزين في شغلنا وفي حياتنا وفي بيوتنا. فالموضوع بيبقى صعب، وساعات يعني بنتأخر في توصيل الكتب ممكن، او يعني اكيد بيحصل بعض من يعني الضغط ساعات. دي يعني بالنسبه لي انا شخصيا اكبر تحدي في الموضوع. الافكار طبعا افكار كتير، وفي افكار الاعراض بتطرحها، وفي افكار رشا كمان بتطرحها، افكار كتير جدا ومع الوقت بتتطور. بس اكبر فكره انا حابه اعملها الفتره الجايه هو ان يبقى في مقر او مكان ثابت لبوكيت فورورد، يبقى الناس قادرين تروحه تشتري منه، ما يبقاش بس على السوشيال ميديا. اوكي طيب قولي لي الكتب، انت قلتي لي ان العمليه طويله شويه، بس انا عايزه برضو اعرف المشاهد انت بتعملي ايه بالظبط. يعني الكتاب مثلا، انت عندك كتاب، الكتاب مستهلك قوي، فنقدر نقول ان هو محتاج تجديد شويه او حاجه، هل انت بتقومي بده، ولا الكتاب بيبقى زي ما هو، زي ما بتاخديه، زي ما بتوديه لا للفرد اوكي اللي انت بتوصلي له؟
تمام. في مثلا عضو بيتواصل معانا بيقول لنا انا عندي مجموعه كتب عايزه اتبرع بيها، فبنطلب منه يصور الكتب دي، وعلى اساس صورتها بنحدد لو نقدر نقبلها ولا لا. بتشوف طبعا الحالة احنا بتاعتها الأول. بنشوف الحالة، لازم تبقى كتب أصلية مش كتب يعني غير أصلية، لازم تبقى كتب أصلية، كتب تبقى حالتها كويسة، وكتب تبقى كمان من الأنواع اللي بتتباع، يعني مش كتب مثلا قديمة قوي مستهلكة الورق مقطوع. يعني بنهتم بجودة الكتب جدا علشان لما نبيعها نبقى ضامنين إنه يعني إحنا بنبيع حاجة كويسة يعني. فبنتواصل معاه يعني عن طريق شركة شحن، المندوب بيروح بياخد الكتب منه، بناخدها بنصورها وننزلها على الجروب. بعد ما بنسعرها طبعا بناء على سعرها اصلا في المكتبات كام، بننزل من سعرها ممكن 20% ممكن حلو لحد جدا. 50%، لان هو كتاب مستعمل في الاول في الاخر، فبرضه بيبقى بيتوفر للناس باسعار اقل طبعا من الاسعار اللي بيتباع بيه بره، ما عدا كتب المزادات. يعني دي بتبقى اسعارها بتوصل ممكن 5 اضعاف سعر الكتاب، بس الكتب المستعمله كلها لا، بنزل في سعرها. وبعدين الناس بقى المهتمه بالكتاب ده على الجروب في كومنتس بيكتبوا مثلا انا عايزه احجز الكتاب ده، فبيحجز الكتب اللي هو عايزها وبنسلمها له برضه عن طريق شركه شحن، او ممكن نقابلهم لو في امكانيه لده. طيب قولي لي اخر اخيرا، بقى شهر يعني انا عايزاكي تقولي مسج او قيمه التنميه المجتمعيه. انت بتقولي لي انا بشتغل طبعا الى جانب شغلك انك تعملي حاجه كل القيمه اللي انت بتاخديها القيمه الماديه من المبادره دي هي قيمه بتروح للتنميه المجتمعيه. دي حاجه برضو لازم اقف عندها شويه، لانه عايزه اشجع على ده واشجع الناس ان هي تعمل ده بالفعل. فمسج تحبي تقوليها للناس تقولك انا ما عنديش وقت ان انا اعمل الخير، ولكن فكره زي دي هي فكره انا مش هقول سهله، هي اكيد ليها تعب كبير، ولكن يعني ربنا يجعل ده طبعا في ميزان حسناتكم في الاول وفي الاخر. فاتكلمي معايا حبيبي اكتر عن ربنا الحته يخليك. دي. طبعا هو كل العائد بتاع البيع بتاع الكتب كلها 100% منه بيروح لتبرعات لمستشفيات مباشرة في حساباتها البنكية. مستشفيات كتير زي الدمرداش وبوريش ومستشفى مجدي يعقوب ومستشفى سرطان الأطفال، تقريبا بشكل يعني شهري أو كل 3 شهور على طول بنتبرع بيه. وبننزل على الجروب كمان قائمة بأسامي الكتب اللي اتباعت عشان تبقى برضو في شفافية قدر الإمكان على الناس، تبقى فاهمة الكتب اللي اتباعت ايه والمبلغ اللي اتحصل كام ووصل بالدفع اللي دفع في البنك. طبعا يعني هو يعني انا اشجع الناس، هي الناس كلها بتقول لا احنا ما نقدرش نتخلى عن كتبنا. يعني دي اول حاجة دايما الناس لما بتسمع عن المبادرة تقول انت ازاي عايزة الناس تبيع كتبها او اللي تتبرع بيحب بيها. القرايه قوي الباشن دي بتبقى عنده عاليه جدا، ان الكتاب بالظبط. بالنسبه لي ده حاجه يعني لازم احتفظ بيها كده قدامي. بس هو في الاول وفي الاخر يعني ورق، يعني احنا معظم الروايات اللي قريناها برضو خلينا نبقى صريحين مع نفسنا احنا مش هنقراها تاني. فلو تمن الكتاب ده هيدخل في علاج مريض او هيدخل في توفير سرير او توفير جهاز في مستشفى، فلما اجي احط ده قصاد ده، ولو هو كتاب بس يبقى محطوط على الرف كده وخلاص، ولا عندك ان حق طبعا. افرق في حياة شخص حتى ولو بشكل بسيط، فاكيد النظرة في الموضوع بتختلف. فطبعا اشجع اي حد عنده الاستطاعة يعني الاستطاعة والقدرة ان هو يساعد، يعني هتبقى الدنيا احسن. نعلة ثانك يو على طريقة التفكير دي، وثانك يو على ميرسي، البوزيتيفيتي او الإيجابية دي، لأن شكرا يا رب ميرسي. الناس كلها يعني تتعلم منك النقطة دي بالذات. لأن زي ما أنت قلتي يعني في حاجات احنا بمجرد بس إن احنا بنحب نحتفظ بيها، ولكن لو فكرتوا إن أنتوا تقدروا تساعدوا حد بشكل بسيط قوي بحاجة أنت فعلا مش محتاجها أكيد يعني دي حاجة هتفيدك كتير. أنا بشكرك شكرا جزيلا. احنا عرضنا دلوقتي قدام الناس الصفحة اللي عايز يشارك في هذه الصفحة، وعلى فكرة ريسبونس يعني أنا مجرد ما عملت جوين جروب يا دوبك في أقل من نص ساعة كنت أوريدي عضوة في الجروب. أنا بشكرك نهلة، يعني شكرا جزيلا نهلة بسام مؤسسة مبادرة بوكيت فورورد. ثانك يو. لسه مستمرين مع حضراتكم في تكنو نايل. تعالوا نروح مع بعض لفاصل نشوف اكتر الدول المتطوره في مجال الارتفيشال انتليجنس او الذكاء الاصطناعي، ونرجع مره تانية. خليكم معانا.
مرحبا بحضراتكم مرة تانية. اللي ما كانش متابع الحلقات اللي فاتت، احنا كنا بنتكلم على تحدي. التحدي ده اطلقته أكاديمية البحث العلمي عن طريق منصة بنك الابتكار المصري، واعلنت عن حاجتها الى آلة. الآلة دي نقدر من خلالها نبيع الأغذية الطازجة او الخضروات والفاكهة. اتقدم 16 مقترح، اختاروا منهم 9 مقترحات لان الباقيين ما كانوش مناسبين قوي لموضوع التحدي، وبعد كده اتعرضوا على لجان، واللجان دي اختارت اللي فازوا بالمركز الاول والثاني والثالث. مشرفني هنا في الاستوديو مهندس تامر محمد، وهو قائد الفريق المبتكر لآلة التسوق الذكية. خلينا نشوف مع بعض تفاصيل اكتر عن هذه الآلة. مساء الخير على حضرتك والف مبروك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. اسمح لي اعرف المشاهد بشكل سريع ايه كانت الفكرة اللي قدمتوا من خلالها في هذا التحدي وتفاصيل اكتر عن هذه الآلة. هي كان الفكرة، كان أعلنت أكاديمية البحث العلمي من خلال بنك الابتكار المصري عن طلبها لتصميم لآلة خاصة ببيع الخضروات والفاكهة الطازجة. ابتدينا لقينا أن الموضوع يعني استهوانا مع التأثر بالقصة بتاعة كورونا وكوفيد 19 والمشاكل اللي حصلة والناس اللي كانت موجودة، فابتدينا نشتغلنا. احنا اشتغلنا على 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 البروجكت دوت. احنا كنا 3 شركات اشتغلنا فيها، شركه متخصصه، احنا انا بمثل الشركه المسؤوله عن الجزئيه الخاصه بالسيستم والبيمنت، الاونلاين بيمنت بالنظام والدفع. معانا شركه اخرى بيمثلها الدكتور امير عيسى. أوكي. دي خاصه، هو متخصصين في الذكاء الاصطناعي والاي او تي او الانترنت او انترنت الاشياء، لان هي الماكينه نفسها التعامل كله نقدر نتعامل فيها عن بعد، سواء الشركه اللي او التاجر اللي بيتعامل بهذه الماكينه أو المستهلك. ومعانا الشركه اخرى متخصصه في مجال الالكترونيات والتصنيع، بحيث ان احنا نقدر نعمل تكامل، لان ما فيش حد يقدر يعمل الكومبوننت او المكون ده كله لوحده. وضمينا للفريق الدكتور ناصر خاص بالجزئيه الخاصه بالبلازما وسلامه الغذاء واستخدام البلازما لاطاله عمر الفاكهه والحفاظ على الشكل الخارجي بتاعها وتعقيم المنتجات، علشان خاطر نبقى ضامنين احنا يعني كان المتملك دماغنا في الجزئيه ديت ازاي احنا نوصل المنتج للعميل او المستهلك النهائي، واحنا ضامنين بنسبه 99.9% انه ما عليهوش فيروسز او ما عليهوش اي حاجه، مشكلة ما فيش حاجه فاسده مثلا او اي حاجه، سواء لا انا احنا كان تاثيرا القصه يعني حتى الماكينه احنا مسمينها الماكينه المضاده لنقل الاوبئه. يعني ده كان الهدف بتاعنا. اشتغلنا عليها احنا الماكينه، نقدر نتعامل معاها من البدايه. حضرتك تقدري تنزلي التطبيق بتاع الماكينه على الموبايل، حضرتك تقدري تعملي الاوردر بتاعك وانت موجوده في البيت، تشوفي ايه اللي متاح، تعملي الاوردر بتاعك، بتنزلي بيجيب لك الابلكيشن، بيعمل ديتكشن وبيجيب لك اقرب مكنه ليكي وبيديها لك على الجي بي اس، تقدري توصلي لمكان المكنه مباشره. حضرتك بتنزلي بالموبايل بتاعك في كيو ار موجود على، وتقدري برضو الكلام ده تقدري تدفعي من على التطبيق من على الموبايل. حضرتك بتنزلي على توصلي للمكنه، بتسكاني الكيو ار بالموبايل بتاعك، هو الاوردر بتاعك اوريدي بقى من خلال الذكاء الاصطناعي اوريدي متجهز. وانس ان انت بس بتاخدي الاوردر بتاعك وبتمشي. أوكي. طيب هيك لو معكيش سمارت فون ومش عايزه تتعاملي مع الجزئيه ديت، اوريدي في تاتش سكرين، التاتش سكرين عليها بروتكشن خاص بالتعقيم للتاتش بتاعه او لمس الاصابع بتاع العملاء. هيك بتعملي الاوردر بتاعك كله وبتدفعي من خلال الموبايل المحفظة الذكية، أو بتدفعي من خلال الكريدت كارد أو كارت الائتمان بتاعك إيفن من غير ما تحطي الكارت جوه المكنة بطريقة لا تلامسية. النهاردة البنك المركزي في برضو في أثناء الكوفيد 19 سمح للبنوك بإصدار، وبقت موجودة كلها، تلاقي حضرتك الكارت عليه 3 دواير تحت بعض كده، دي معناها ان الكارت ده تقدري تستخدميه من غير ما يتحط الكارت في المكنه يبقى بينه وبين المكنه مثلا سنتي، حاجه زي علامه الواي فاي كده. بالظبط، حاجه زي علامه الواي فاي. بالظبط بالظبط بالظبط. العلامه دي بتقول ان الكارت، والبنك كان في تخوف في الفتره الاولانيه من استخدامه، انه ممكن لانها مش محتاجه باسورد ومش محتاجه انت بس ان الكارت يبقى جنب المكنه، هو المكنه بتقراه اوتوماتيك. البنك رفع الليمت بتاع العمليه الواحده خوفا من ان يحصل فيها اي مشاكل، كانت
كانت زمان 300 جنيه رفعها اثناء كوفيد 19 ل 600 جنيه. اوكي. فدي انت ما اظنش ان حد هيشتري خضار وفاكهه باكثر من الرقم دوت، فهو يقدر يستخدم. وايفن حتى كروت ميزه الجديده اللي البنك المركزي منزلها، ميزه ده اسم البنك المركزي مش لا أنا مش لاي مش لاي بنوك بتكلم عليه امبارح في برنامج همزه فاصل. تمام. الكارت دوت برضو نازل كله باللي هو الكونتاكتلس او السيملس ترانزاكشن. اوكي. ده الفرق تقريبا ما بين الفندنج ماشين دي والماشينز اللي اتعرضت بقى في المسابقه، صح؟ انا قصدي ان انا مش عايزه اقارن ما بين الفرق، ولكن عايز اعرف ايه المختلف، لان انت داخل مسابقه اكيد عايز تعمل حاجه مختلفه عن بالزبط. اي حد بيقدمها في خلال المسابقه. بالظبط. فتقريبا هو ده الفرق. الاختلاف بالنسبه لنا ان احنا مركزين على الجزء الصحي بشكل كبير، نمره واحد. نمره اتنين، هو اوريدي المكنه مش معموله في مصر، لا تصنع في مصر، وده كان هدف اكاديميه البحث العلمي في انها تطلب منتج بدل ما نضطر نستورده من بره وبارقام كبيره. احنا المكنه معمول منها حوالي من اربع لخمس اصدارات مختلفه عشان تتناسب مع طبيعه المكان اللي هتبقى موجوده فيه المكنه. بنستهدف ان احنا بعد ما نطلع النموذج الاولي جهاز المشروعات ينزل المكنه ديت لبائعي الخضروات والفاكهه، بحيث ان احنا مش الهدف ان احنا نقلل او يعني نقلل شغل البائعين اللي موجودين في يعني ما فيش قطع رزق لاي حد. بالظبط. لا بالعكس، احنا ممكن ننقلهم من الشكل اللي هو موجود فيه. لو النهارده قدرنا من جهاز المشروعات الصغيره يتبنى هذه الفكره يقدر ينزل المكنه للتجار، يبقى احنا بنحول البائع الجائلين لحاجه لمظهر حضاري بشكل حضاري. بس السؤال بقى، لو الفكره دي اتطبقت بالحضرتك بتقوله، احنا محتاجين فاندنج ماشينز كتيره جدا. بالزبط. جدا جدا، لانه عدد البائعين كبير. بالظبط. التكلفه بالزبط. اخبارها ايه برضو؟ التكلفه احنا حتى الان احنا شغالين على الـ على الـ على الـ على الـ على, الـ على الـ التطبيق الصناعي او الاشتراطات الصناعيه. التكلفه المبدئيه احنا بنتكلم حسب الاحتياجات بتاعتها، بدءا من 70,000 جنيه لحد حوالي 150,000 جنيه. اوكي. بيزد على هي تبقى موجوده في شارع ولا موجوده في مول ولا موجوده جوه محل. كل دي بيختلف فيه. اللي موجوده في الشارع محتاجه تجهيزات اعلى ومحتاجه جزء اعلى، ممكن معمول من نفس الفندنج ماشين، هي نفسها الفندنج ماشين ممكن ما تبقاش مخصصه للخضروات، ممكن يتحط فيها برودكتس عاديه، ممكن معمول منها فيرجن للايس كريم ولل يعني ان هي بدل ما تبقى ثلاجه تبقى فريزر وجواها الايس كريم وجواها الكلام ده كله. فاحنا يعني احنا حاولنا نغطي كل الامكانيات المختلفه. منهم فيرجن تانية مقسومه نصين، نص للايس كريم ونص مثلا للبيبسي والكانز والكلام دوت، المشروبات والعصائر انا دي مش محتاجه اجمدها. فتبقى هي جزء منها بتعمل فريزنج والجزء الثاني بيعمل تبريد. في حاجات ممكن يتحط فيها منتجات مش محتاجة ولا تبريد ولا تجميد، يتحط فيها منتجات عادية خالص تقدر يتعامل بيها المواطن أو العميل يعني بدون ما مش محتاجة تبريد. عشان كده بقول حكي منها أكتر من 4 لـ 5 إصدارات مختلفة. طب مهندس تامر، إمتى أقدر أشوف المكنة دي في الشارع؟ أنا عايزة أعرف أولا، حضرتك دخلت المسابقة، الدعم اللي بيقدم من أكاديمية البحث العلمي، وحاب أعرف ده من حضرتك عشان المشاهد يعرف، أنا دخلت المسابقة، إيه الدعم اللي بيقدم لي؟ طيب أنا عايز أقول حاجة على أكاديمية البحث العلمي قبل ما نقول على الدعم. أنا مدرستي كانت جنب أكاديمية البحث العلمي، أنا قعدت 12 سنة بروح وباجي جنب أكاديمية البحث العلمي، وأنا متخيل إن ديت مكان للعلماء والأبحاث والمعامل والكلام ده. لما الأمور الواحد دخل في الشغل والكلام دوت يعني، وبرضه النقله اللي عملها الدكتور محمود صقر رئيس الاكاديميه، ان هو نقل الاكاديميه من انها جهه اكاديميه خاصه بالابحاث ورسائل الدكتوراه ورسائل الماجستير وبراءات الاختراع، ان هو ابتدى يشوف السوق محتاج ايه، بيشجع الابتكار من خلال بنك الابتكار المصري. بقى في منظومه مختلفه. بقى النهارده مشاكل دائما البحث العلمي، ان البحث العلمي كان بيبقى الدكتور اللي شغال على البحث هو مش عارف السوق محتاج ايه. لما عشان كده كنا بنقول الابحاث بتترمي في الادراج، لان الافكار احنا اصلا مش محتاجينها، فبالتالي هي مش هتطبق او مش هيصلح. بالظبط. احنا الفريق بتاعنا احنا 4، في منهم 2 اساتذه الجامعه. اللي حصل ايه؟ احنا يعني انا كحد مسؤول عن الجزء التسويقي والبزنس، رحت قعدت معاهم قلت لهم والله احنا محتاجين
واحد اتنين تلاتة. فابتدينا النهاردة نوجه تفكير العلماء أو الباحثين إن هو من خلال العلم اللي هو عنده اللي احنا لازم نستفيد بيه إن هو يجيب لنا الحتة اللي تنفعنا في الجزئية ديت. فده كان في الآخر النتيجة إن احنا طلعنا بهذه يعني بهذه الفكرة طالما احنا محتاجينها هتنفذ يعني. الأكاديمية حتى الآن بتدرس التطبيق التصنيعي، هل هتختار واحد من الثلاثة ولا ممكن تختار الثلاثة يطلعوا، لأن حاجة زي ما حضرتك ذكرتي إن العدد اللي محتاجينه كتير، وكل أكيد كل مكنة في حد كل فريق متميز بجزئية معينة أو بفكرة معينة. فحتى الآن إحنا يعني ونتمنى إن شاء الله الدكتور محمود يسمح للثلاث فرق إن هم يطلعوا المنتج الأولي بتاعهم، بحيث بعد كده ننتقل إلى الجزئية الخاصة بالتصنيع. ما ينفعش إن التلاتة يعملوا كوبريشن مع بعض أو تعاون مع بعض ونطلع بحاجة واحدة. أنا طبعا سؤال بسأله من دماغي، أنا ما أعرفش إذا كان ده ينفع ولا مش لا. يعني مش عارف إذا كان يعني مش عارف إذا كان هينفع ولا لا، بس في الآخر يعني الاحتياج منها كبير جدا. أنا بتمنى عشان محدش يظلم، لأن أكيد كل ابتكار من ده أخد وقت كبير قوي. أكيد عشان أكيد أكيد إحنا كده شغالين على الابتكار، بنحاول نجيب جهة تمنحنا يعني تدينا جزء من المساعدة لتنفيذ المقترح الأولي. منتظرين رد الأكاديمية. إحنا يعني في الآخر إحنا ما كانتش موجودة على الخطة بتاعتنا إن إحنا نشتغل في الجزئية ديت، بس لما اشتغلنا عليها وعملناها وطلعت فعلا حاجة مميزة ومش موجود يعني موجود منها حاجات مش موجودة فعلا على مستوى العالم، فاستهوانا الموضوع وقررنا ان احنا نكمل وهنشوف بقى ايه اللي هيتم. يعني نتمنى كل التوفيق، نتمنى ان شاء الله ان احنا بنهايه السنه يكون النموذج الاولي موجود وشغال ونبدا من 2021 بالتصنيع ان شاء الله. يا رب. انا بشكركم شكرا جزيلا، بشكر اعضاء الفريق كلهم واحد واحد، وبشكرك مهندس تامر محمد قائد الفريق المبتكر لآلة التسوق الذكية، شرفتني. شكرا لحضرتك. شكرا. أنا بشكر حضراتكم على متابعة هذه الحلقة من تكنو نايل، وكالعادة هسيب حضراتكم مع تقرير، والتقرير هيبقى من رواندا. في محاولة لتقليل مخالطة المرضى المصابين بفيروس كورونا للأطباء وأطقم التمريض، بتستخدم رواندا أجهزة روبوت للقيام بمهام بسيطة زي قياس درجة الحرارة ومراقبة المرضى. عايز اقول لكم ان احنا في مصر استضفنا هنا في تكنو نايل مهندس محمود الكومي، واللي عمل نفس الروبوت تقريبا، اكيد في اختلافات ولكن كانت نفس الفكره، ففكره كمان موجوده هنا في مصر وهنشوفها ازاي بتطبق في رواندا. اشوفكم على الف خير ان شاء الله الاسبوع الجاي، والى اللقاء. حضر أكازوبا وإكزير ونيجابو للعمل في منشأة كانينيا المخصصة لعلاج المصابين بمرض كوفيد-19 على بعد مسافة قصيرة من العاصمة الرواندية كيغالي، لكن هؤلاء ليسوا من عمال الرعاية الصحية العاديين وإنما أجهزة روبوت. وفي محاولة لتقليل مخالطة المرضى المصابين بفيروس كورونا للأطباء وأطقم التمريض، تستخدم رواندا أجهزة الروبوت الثلاثة للقيام بمهام بسيطة مثل قياس درجة الحرارة ومراقبة المرضى. وتبرع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بهذه الأجهزة البيضاء ذات الأعين الزرقاء البر والمظهر الشبيه بالبشر، وهي تساعد العاملين على الخطوط الأمامية لمكافحة أزمة كورونا في رواندا. وقال ديفيد توراتسينز، وهو طبيب في المنشأة التي تضم 75 سريراً، أن أجهزة الروبوت الثلاثة أصبحت الآن جزءاً من فريق العلاج، وتخفض هذه الأجهزة عدد المرات التي يتعين على الأطباء القيام بها لتفقد المرضى، وذلك عن طريق نقل رسائل إلى الأطباء ومساعدة الفريق في تقييم فعالية قراراتهم العلاجية. وتستخدم رواندا بالفعل طائرات مسيرة لنقل الغذاء وتطبيق إجراءات العزل العام التي تهدف إلى إبطاء انتشار المرض. وهناك اثنان من أجهزة روبوت الأخرى تعمل في مركز نياماتا لعلاج مرضى كوفيد-19 في جنوب شرق كيغالي. وقال مسؤولون إنه سيتم برمجة هذه الأجهزة للقيام بمهام إضافية.